أبنائي الأعزاء، مرحبا بكم في حصة جديدة من الحصص المخصصة لتمارين الرياضيات للمرحلة الرابعة بطبيعة الحال من برنامج المستوى السادس. اليوم مع تمرين من كتاب التلميذ، وهو التمرين 12 الصفحة 127، والدرس هو حساب الحجم. التمرين: باخرة لنقل النفط تحمل في كل رحلة شهرية 300,000 متر مكعب، يتم شحن النفط من الميناء إلى معمل التكرير، يعني يتم نقل هذا النفط إلى المعمل بواسطة شاحنات صهريجية، سعة كل واحدة 150 هكتوليتر، كل شاحنة تحمل 150 هكتوليتر. ما عدد الشاحنات اللازمة لنقل النفط المستورد بواسطة الباخرة لمدة سنة؟ إذا علمت أن كل شاحنة تقوم ب 300 رحلة سنوية. إذا أضع سطرا على المعطيات الأساسية: النفط المستورد، ثم سعة الشاحنة، ثم عدد الرحلات، ثم هنا النفط. إذا أول شيء نبدأ به هو هنا عندي كمية نفط بالمتر مكعب، وهنا عندي بالهكتوليتر. إذا أحول سعة الشاحنة إلى المتر المكعب، إذا 150 هكتوليتر تساوي كم من متر مكعب؟ طبعا الحال يمكن الرجوع إلى الجدول، تساوي 15 متر مكعب. ثانيا، ورد في السؤال كمية النفط المستوردة خلال سنة، وهنا عندنا كمية النفط المستوردة في الشهر، إذن يجب أن نحسب كمية النفط المستوردة سنويا. السنة بطبيعة الحال فيها 12 شهرا، إذن فاكتبوا أولا كمية النفط المستوردة في السنة أو سنوية. إذن أضرب 300,000 في 12، بطبيعة الحال 3 × 12 تساوي 36 زائد 15، إذن تساوي 3,600,000 متر مكعب. هي 3,600,000 متر مكعب. الآن من خلال المعطيات نعرف أن كل شاحنة تقوم ب 300 رحلة في السنة، إذن الشاحنة كم ستنقل خلال سنة؟ الشاحنة الواحدة كم ستنقل من النفط خلال سنة؟ بطبيعة الحال نقوم بعملية الضرب. ثانيا، كمية النفط التي تنقلها شاحنة واحدة شاحنة خلال سنة، بطبيعة الحال وهي تقوم ب 300 رحلة، إذن 15 في الرحلة ضارب عدد الرحلات 300 تعطينا الكمية، يعني 15 في 3 تساوي 5 4 زائد 0، إذن كمية النفط التي تنقلها شاحنة خلال سنة هي 4,500 متر مكعب. الآن ما عدد الشاحنات اللازم لنقل هذه الكمية إذا كانت كل شاحنة تقوم ب 300 رحلة وتحمل في كل رحلة 15 متر مكعب؟ أو ما عدد الشاحنات اللازمة إذا كانت كل شاحنة تحمل في السنة هذه الكمية وهي تقوم ب 300 رحلة؟ هنا عندنا عملية القسمة، عندنا يعني كم من مرة عندنا العدد 4,500 في العدد 3,600,000، إذا
3,600,000 مقسمة على 4,500. إذا لتقصير العملية تخلص من صفرين هنا صفرين هنا، يبقى 3,600 كافية من 45 فيها 8. 8 في 5 40، أكتب مصر توصل رقم في 4. 8 في 4 32، زيد 4 36. إذا هنا عندي صفر، أنزل بالصفر، أول حال صفر كان فيه 45، صفر في 5 صفر، صفر في 4 صفر، أنزل بالصفر الأخير، صفر كذلك، صفر في 5 صفر، صفر في 4 صفر، إذا عدد الشاحنات هو 8. ثالثا، عدد الشاحنات اللازمة لنقل النفط هو 8 لنقل النفط المستورد خلال سنة. إذن هكذا نكون قد أنجزنا التمرين 12، الصفحة 27، وموعدنا في تمرين آخر إن شاء الله.